باسم الأب والابن وروح القدس الإله الواحد آمين. بشم أبو وبر وروح القديس وحد ألو شريره آمين. أبتي الفاضل، أخواتي إخوتي، نصادف أحيانا استفسارات لها شأنها، وطبعا لكل سؤال جواب، خصوصا عند السيد المسيح. والقديس بطرس أوصانا في رسالته الأولى فصل 3 آية 15: كونوا دائما مستعدين أن تجيبوا أو أن تدافعوا، أبولوجيا باليوناني، عن الرجاء الذي في قلوبكم، ولكن بوداعة ووقار. استفسار أول ورد في سفر التكوين، أن العهد مع إبراهيم كان عن طريق الختان، أو أن الختان يعني الطهور هو إشارة العهد، فلماذا حذفتم الختان في المسيحية، أو لماذا حذف القديس بولس الختان؟ يعني الفكرة أنه أو الانطباع أن بولس الرسول خصوصا في الرسالة إلى أهل غلاطية هو الذي حذف الختان. من ناحية الإنجيل المقدس لا يوجد عندنا أي أمر بالختان، يعني السيد المسيح في الأناجيل الأربعة لم يطلب منا الختان قط. ثم في آخر إنجيل متى، آخر إنجيل مرقس، متى 28-19، مرقس 16-15-16، يطلب المسيح منا أن نعمد جميع الأمم، فمن آمن واعتمد يخلص. أيضا في إنجيل يوحنا فصل 3 آية 1 وتابع يقول سيد لنيقوديموس: إن لم يولد أحد من علو أو من جديد، في اليونانية آنوثن، لا يستطيع أن يرى ملكوت الله. يعني إن لم يولد أحد من الماء والروح لا يستطيع أن يرى ملكوت الله، يعني المعمودية هي ميلاد جديد. إذن لا نجد أمرا بالختان. في أعمال الرسل فصل 15 خصوصا آية 21 نقول، نقرأ أن الرسل اجتمعوا في أورشليم وقرروا أنه مجاراة لليهود في المدن التي فيها يهود يطلب من المسيحيين من أصل وثني الامتناع عن الزنا، خصوصا بمعنى زواج الأقارب، الامتناع عن الزنا والدم والمخنوقة حسب شريعة موسى، طبعا مجاراة لليهود. نرى أنه لم يتم الإصرار لا على السبت ولا على الختان ولا على الوضوء مثلا الثلاث، ولا على التمييز بين المأكولات بين طاهرة ونجسة. كيف يبرر أنه السيد المسيح، أو كما يقال أنه بولس الرسول هو الذي لغى الختان، مع أنه السيد المسيح كان بإمكانه أن يتكلم مع نيقوديموس عن الختان، كان بإمكانه أن يقول لنا اذهبوا واختنوا جميع الأمم، لأن الإنسان الأطفال الذكور كانوا يدخلون العهد مع الله، العلامة هي الختان. كما قال أحد الإخوة وهذا صحيح، هنالك في الشريعة، شريعة موسى أو الشريعة طبعا المنسوبة إلى موسى، هنالك شرائع طبيعية natural law، law natural، وهنالك شرائع ووصايا وضعية positive law. الختان
ليس من الشرائع أو الوصايا الطبيعية. ما هي الوصايا الطبيعية الإلهية الطبيعية؟ الوصايا العشر، هذه موجودة في كل مكان وكل زمان، هذه منحوتة في قلب كل إنسان. لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، أكرم أباك وأمك، لا تشتهي، لا تشهد شهادة الزور. الشريعة، شريعة الختان شريعة وضعية. شو ما معنى وضعية؟ أنه هنالك مشرعون أقروها أعلنوها، مثلا موسى، هنالك مشرعون آخرون لم يعلنوها، لم يقروها، لم يعرفوها. لو كانت شريعة طبيعية إلهية لعرفها كل الناس، ولا بعض الناس؟ كل الناس، في مكان واحد وفي زمان واحد، في كل زمان وفي كل مكان، مثل الوصايا العشر، أو مثل فكرة الراحة، يوم في الأسبوع، في هذا اليوم العبادة لله، يتفرغ الإنسان للعبادة لله، إذن يحق له أن يستريح من دروسه ومن أعماله. إذن ماذا نقول؟ طبعا بغض النظر أنه لنا نحن المسيحيين العهد، عهد الختان مستمر مع اليهودية، مع اليهود الذين لم يقبلوا المسيح، ولكن أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم، المسيح قد لبستم. ماذا عمل يسوع إذن؟ يسوع قال في متى 5:17: أنا لم آتي لأبطل الشريعة والأنبياء بل لأكمل. قال أحدهم لأطبق، مش موجود كلمة أطبق، موجود لأكمل، لأتمم، باليوناني بليروسي. ما معنى بليروسي؟ أو لفظ إيرازموس بليروساي، بليروساي، بليروسي معناها أن أرفع شريعة أو وصية إلى كمالها، إلى تمامها. يعطينا المسيح نفسه أمثلة، 6 أمثلة على فكرة، إذا تلاحظوا في متى 5:17 وتابع. سمعتم أنه قيل لا تزني، أنا أقول لكم من نظر بشهوة فقد زنى. سمعتم أنه قيل لا تقتل، أما أنا فأقول لكم لا تغضب. سمعتم أنه قيل من طلق امرأته فليكتب لها كتاب طلاق، أما أنا فأقول لكم من طلق امرأته وتزوج أخرى فقد عرض امرأته للزنا أو زنا وإلى آخر. قد سمعتم أنه قيل العين بالعين والسن بالسن، وهذا أفضل طبعا من شريعة لاميك الذي قال قتلت شابا لجرحي، شاب جرحني قتلته. إذن العين بالعين والسن بالسن من زمان حمورابي، من زمان موسى النبي، هي أفضل بكثير. فيسوع يقول ليس فقط هذه، بل عدم الرد على العنف بالعنف، لئلا ندخل في دوامة العنف، في دائرة العنف. ماذا أيضا؟ قد سمعتم أنه قيل لا تحنث، لا تحنث، حنث أو حنف في العبرية والآرامية معناها أخلف قسمه، يعني حلف يمين ولم يتمم اليمين. بل أوفي للرب بأيمانك، أيمانك جمع يمين. يسوع يقول لا تحلفوا البتة. إذن ليس فقط لا تحلف بالزور، بل لا تحلف البتة. إذن من هذه الأمثلة التي فيها طبعا كما قلت في أحد كتبي اللي اسمه أحب أعدائكم، سمعتم أنه قيل أحبب قريبك وأبغض عدوك. هلا أحبب قريبك موجودة في التوراة، أعتقد لاويين 19-18. أبغض عدوك غير موجودة في التوراة، هذه من تأليف وتلحين اليهود، يعني كما أن أحيانا شعبنا يؤلف آيات من عنده. مثلا قال المسيح قليل من الخمر يفرح قلب الإنسان، هذه لم يقلها المسيح. رسالة تيموثاوس الأولى 5:23: لا يكن شربك الماء بعد اليوم، ولكن خذ قليلا من الخمر من أجل معدتك وأوجاعك الكثيرة. أما يفرح قلب الإنسان موجودة في مزمور 104 اللي هو 103 في اليوناني، أي 14-15: ليخرج من الأرض خبزا
وخمرا تفرح قلب الإنسان. الناس خلطوها مع بعض ونسبوها لمين؟ للسيد المسيح. إذن سمعتم أنه قيل أبغض عدوك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، يعني عدوا حتى أعداءكم قريبين منكم. نعم. إذن هنا ماذا حصل في قضية الختان؟ ما الهدف أصلا من كل الشرائع الوضعية في العهد القديم؟ الهدف منها النظافة، الطهارة، المحافظة على الإيمان، المحافظة على الأخلاق، حتى إذا لزم الأمر أن تنفصل عن الوثنيين، أو حتى أن تحرق ممتلكات الوثنيين حتى لا تنجسك. مظبوط؟ ما هو الهدف من الختان؟ الطهارة. الهدف النظافة بدون مؤاخذة. بدل أن تكون هذه الطهارة والنظافة مقصورة فقط على الذكور دون الإناث، صح؟ ماذا يقول يسوع؟ سنحافظ على الطهارة والنظافة عن طريق ماذا؟ المعمودية. والمعمودية تشمل من؟ الذكور والإناث. أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم، المسيح قد لبستم، فلم يعد هناك عبراني يهودي ويوناني فرق بينهم، لم يعد هناك عبد وحر، لم يعد هناك ذكر وأنثى، لأنكم واحد في المسيح. إذا قلنا أنه علامة العهد مع الله هي الختان، فطبعا الختان فقط للذكور والإناث فش لهم عهد مع الله. إذن في المعمودية تدخل البنت الصغيرة، الفتاة، المرأة تدخل في العهد مع الله. على فكرة هذه الفكرة، فكرة العهد مع الله، هي التي قادت أحد الأمريكيين الذي كان خارج الكنيسة اسمه سكوت هان، قادته إلى الكنيسة الكاثوليكية، وله كتاب Rome Sweet Home. عادة تقوله Home Sweet Home، البيت هو بيتنا الدافئ الجميل. يقول روما هي بيتنا. كيف دخل إلى روما وكان من الجماعات، إحدى الجماعات الخارجة عن الكنيسة؟ عن طريق فكرة العهد. كيف يدخل أطفالنا بالعهد مع الله؟ الختان فقط للذكور. إذن الذكور والإناث عن طريق المعمودية، وهذا ما يوضحه طبعا القديس بولس. الآن أنتقل إلى فكرة أخرى أثيرت، أنه المسيح قال أنه جئت فقط للخراف الضالة من آل إسرائيل. هذا أعتقد تجدونه، مش أعتقد، أكيد تجدونه في إنجيل متى فصل 15 آية 21 وتابع. المرأة الكنعانية أو السيروفينيقية التي قالت المسيح إن ابنتها مريضة، فيسوع يقوم بمناورة مقدسة. طبعا يسوع يعرف سلفا النتيجة، ولكن هذا درس لمن؟ والدرس للتلاميذ أولا ولنا ثاني. يسوع يخاطب المرأة، يعني كما يقول مثل عامي بحكي لجارة تتسمع الكنة. يسوع يعرض أفكار اليهود في زمانه حول النساء وحول الوثنيين وحول الوثنيات، بما معناه أنتم أيها الوثنيون بعيد من السامعين كلاب، لا يجوز أن يؤخذ خبز البنين اللي هم اليهود ويعطى الكلابة. هل يسوع غير ذكي ما معهوش خبر ماذا ستجيب المرأة، ولا معه خبر؟ طبعا يعرف انها ستجيب انه لكن صغار الكلاب، حتى الكلمة اليونانية تعني صغار الكلاب، تأكل من الفتات. ماذا قال لها بعد ذلك؟ عظيم إيمانك أيتها المرأة.
فليكن لك كما آمنت. طيب لو يسوع هو فقط كما يريد بعضهم بدأروا يقفون عند هذه الآية، خلاص أرسلت من أجل الخراف الضالة من أجل إسرائيل وانتهى. يا عم كمل النص. معنى يريد أن يعطي الرسل ويعطينا درسا، وبعد ذلك ماذا سيقول للرسل وتلاميذ؟ الآيات اللي استشهدنا فيها متى 28-19، مرقس 16-15-16، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. أساسا مجرد ما أنه يسوع يهوشوع الرب مخلص، مجرد ما اسمه مخلص، فهل هو مخلص لشعب واحد؟ هو مخلص لجميع الشعوب. وطبعا في رأينا نحن أيضا كمسيحيين مجرد أنه الرب السيد فهو رب الجميع، كما يقول مار بولس، كما يقول مار بطرس أيضا في أعمال الرسل فصل 10 أعتقد آية 36، أرسل كلمته إلى بني إسرائيل يعلن بشارة السلام بيسوع المسيح الذي هو رب العالمين. الذي هو رب الجميع. أوس إستين باندون كيريوس. ما معنى كيريوس باندون؟ رب الجميع. مرة عرضت هذه الآية إلى أحد اليونانيين من مواليد اليونان، ما معنى كيريوس باندون أو باندون كيريوس؟ فأجابني رجل دائما. ما هو فكر كيريوس يعني مثلا كيريوس كرمانليس، كيريوس باباذوبولوس يعني السيد، رجل زلمة باللبناني، وبعدين باندون فكرها باندا، باندا في اليونانية الحديثة معناها دائما، فايش طلع؟ رجل دائما. فخفت أنا لأنه يبدو أنه هناك من هم رجال دائما وهناك من هم رجال ولكن ليس دائما. إذن ما معنى باندون كيريوس؟ أوس إستين باندون كيريوس، الذي هو رب الكل، رب الجميع. ماذا تجدون في إحدى الترجمات المحرفة غير المعترف فيها طبعا لا مسيحيا ولا علميا، وهي ترجمات بدعة تنكر لاهوت المسيح، ما بتوفيش مع هذه الآية، هذه الآية لا تناسبها. فماذا يقولون؟ الذي هو رب سائر الناس. انتبهوا عليه. الذي هو رب سائر الناس، طبعا فيها تناقض، سائر الناس يعني ليس الجميع، صح؟ لا مظبوط ولا لا؟ طيب اذا ليس الجميع فهل هو مع هذول اللي هو ربهم؟ هل هو واحد؟ مش ممكن يكون مع اللي هو ربهم زيهم، يعني رب ايش؟ عدد محدود من الناس. هي سيد او رب ايه؟ الكل، رب الكل وليس رب سائر الناس. هذه الآية إذن رأينا معناها ما جئت إلا للخراف الضالة من آل إسرائيل. أيضا في متى 10 عندما يقول يسوع لا تسلكوا طريق الوثنيين بل أسلكوا اذهبوا إلى الخراف الضالة من آل إسرائيل، طبعا لأن الرسل لم يكونوا مستعدين أن يخاطبوا الوثنيين. كيف يكلمون الوثنيين؟ الرسل لسه ما حل عليهم روح القدس. كما لو مثلا أبونا حضرتك رحت مرة في مهمة في أنو بلد؟ شارونيك. لا غيره، كرسالة رعوية رفيديا في خارج فلسطين. خارج فلسطين تشيلي. طيب لما حضرتك توجهت إلى تشيلي، ماذا كان، هل كان بإمكانك أنه تقف في الشارع أو في الكنيسة وتعظ للناس من أهل تشيلي؟ هل كان بإمكاني أن أعظ؟ بأني لغة؟ يجب أن أعظ باللغة التشيلانية اللي هي الإسبانية. الإسبانيولية نعم. كنت تعلم اللغة الإسبانية؟ لا، فرض علي أن أتعلمها. إذن الأب فلسطيني
معين في تشيلي، تشيلي طبعا في جنوب أمريكا اللاتينية، إذا أراد أن يخاطب حتى الفلسطينيين المولودين في تشيلي، أن الملأ قل عن 57,000 من أهالي بيجالة موجودين في تشيلي، في حين أنه عندنا 10,000 بجاجلة في بيجالة. إذن ماذا كان على الأب أن يتعلم؟ اللغة الإسبانية. الرسل كيف سيخاطبون الوثنيين؟ الرسل يهود، الرسل جليليون، غير مستعدين. إذن من يستطيع الرسل أن يخاطبوا حتى بدون حلول، قبل حلول روح القدس، من سيخاطبون؟ شعبهم، وخصوصا من الجليليين. نعم، عشان هذا حبينا إذن أن نرد على هذا الكلام، وأنهي بملحوظة أو بفكرة هي شيء نستنتجه: لا خلاف جوهري بين رسائل القديس بولس والأناجيل المقدسة. ليس أنه كما ربما يتوهم بشر، أو كما ربما نقرأ في بعض المصادر، أنه القديس بولس هو الذي ألف المسيحية. هناك تناقض بين رسائل بولس والأناجيل. الأناجيل من أولها يقول عن يسوع أنه ابن الله، يعني كلمة الله. إنجيل يوحنا إن أرخي إن أولوغوس كي أولوغوس إن بروستون ثيون كي ثيوس إن أولوغوس، في البداية كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، والكلمة هو الله. إذن لم يخترع مار بولس ألوهية المسيح في مثلا الرسالة إلى روما فصل 9 آية 5. إذا بتحب دكتور تشوف لنا الرسالة إلى أهل روما فصل 9 آية 5، وإذا ممكن كمان إحدى الأخوات تلاقي لنا كولوسي 2:9. كولوسي 2:9 هي أنه في المسيح يحل كل ملء اللاهوت جسديا، إن أو كاتيكي بانتو بليروما تيس ثيوتيتوس. نعم، كولوسي 2:9. إذن هاي كلها موجودة أين؟ موجودة وين؟ في إنجيل يوحنا، في البدء كان الكلمة، يوحنا 1:1 ويوحنا 1:14، والكلمة صار جسدا، حتى مش جسدا، ساركس بشرا لحما. شو ما أسمى اللوغوس وما أتعس اللحم البشر، هذا اللحم الذي نحن نسأم منه، صح ولا لا؟ الإنسان كما قال مار بولس نفسه: أتكلم كلاما بشريا بسبب ضعف أجسادكم. منهم كان الآباء، وجاء المسيح في الجسد، وهو الكائن على كل شيء إلها مباركا إلى الأبد، آمين. أون الذي هو الكائن، ثيوس إفلويتوس، ثيوس إفلويتوس، إله ممجد أبد الدهور، إله مبارك أبد الدهور، استوسيونس. طبعا هنا أيضا في فريق غير مسيحي، وطبعا هذه الآية لا تناسبه، فكيف يترجمها؟ ومنهم المسيح حسب الجسد نقطة، الله الكائن فوق الجميع ليكن مباركا إلى الأبد. فصل بين المسيح والله. هنا أمامنا كاهن أرثوذكسي شقيق حبيب يعرف اليونانية. النص في اليوناني شو بيقول؟ ثيوس إفلويتوس. ما معنى ثيوس إفلويتوس؟ إله مبارك. مبارك يعني ممجد. بالعربي ما نقولش لحظة هلا، إذا أردنا أن نقول ليتبارك الله، ليتمجد الله، لا نقول ثيوس إفلويتوس، بل نقول إفلويتوس أو ثيوس. مبارك الرب. كيف تبدو القداس البيزنطي؟ مباركة مملكة الآب والابن والروح القدس. مباركة، وباليوناني إفليوميني فاسيليا.
إفلوهيميني إفاسيليا. إذن لما الصفة تسبق الموصوف معناها في حالة خبر، في حالة خبر. إذن ثيوس إفلويتوس إله مبارك، إله مجد، إله ممجد. أما إذا أراد مار بولس أن يقول ليتمجد الله مش لازم يقول ثيوس إفلويتوس، إيش لازم يقول؟ إفلويتوس ثيوس، زي إفلويميني إفاسيلي. يعني طبعا كل هاي إذن جيد أن نعرف الذي قاله مار بولس عن الختان هو مضمون في موقف المسيح الذي لم يطلب منا الختان. المسيح لا طلب منا، ما طلبش منا الختان، لم يطلب منا السبت، ومع ذلك أعتقد في الكنيسة الأرثوذكسية الشقيقة يستريحون يوم السبت، ولكن أي يوم هو يوم الرب؟ الأحد. وفي نظام ما يسمى بنهاية الأسبوع الويك إند، هذا هو سابتو كرياكو كرياكي، يعني إنه سبت على أحد، استراحة السبت، ولكن تقديس الأحد. يوم الرب هو إيه؟ الأحد. شو بقولوا أحد باليوناني؟ كيرياكي. كيرياكي من كيريوس، يوم الرب. كيرياكي إميرا، كيرياكي إميرا، يعني كما ورد في رؤيا 1:10، إذا بتحب دكتور رؤيا 1:10، يوم الرب. كيرياكي باليوناني، بالأرمني جيراجي، جيراجي هي نفس الكلمة اليونانية زي كيرياكي. فاختطفني الروح في يوم الرب، فسمعت خلفي صوتا قويا كصوت البوق. يوم الرب، ما هي العبارة في اليوناني؟ كيرياكي إميرا، كيرياكي إميرا. ولا ننسى شهادة مين؟ القديس يوستينوس النابلسي في دفاعه الأول الذي كتبه للإمبراطور أنتونينوس بيوس رقم 67. ماذا يقول؟ كل يوم أحد، كل يوم شمس، إميرا تويليو، كل يوم شمس نجتمع من المدن والقرى ويحضرون للمترأس خبزا وخمرا مقطوعة بماء، ثم نقرأ. ماذا نقرأ؟ نقرأ ذكريات الرسل وكتابات الأنبياء، يعني الإنجيل والرسالة، العهد القديم والعهد الجديد. ها أنا إذن أنظر إلى آخر ما في هذه الأوراق من ملحوظات، وإن شاء الله أنه نكون قد وفينا الموضوع حقه. وشكرا لإصغائكم. تعظموا نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. يا أم الله كنز البركة عنك الأمين.